اهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده جايب ليك موضوع غريب شويه، وهو من ساعه ما اشتريت الفون بتاعك، لو عملت عمليه بحث، دخلت على اي تطبيق، بعت رساله صوتيه على الفيس او الماسنجر او الواتس تليجرام او اي تطبيق له علاقه بجوجل، يعني اي تطبيق من الاخر، دخلت عملت عمليه اي سيرش في جوجل بلاي في اي موقع على تيك توك اي حاجه من الاخر، كان بالظبط الفون كان متراقب بكل العمليات الخاصه بعمليات الاونلاين. اي حاجه عملتها اونلاين كان بالظبط كانت متراقبه وبتتخزن داخل الفون بتاعك. طيب ازاي توصل لكل الداتا دي، وازاي تقدر تمسح الداتا دي او توقفها او تتحكم فيها، لان بكل بساطه ده يعتبر شيء من الخصوصيه بتاعتك، فمبدا انه موجود وانت نفسك مش عارفه ممكن حد يوصل له، اظن دي حاجه مش لطيفه خالص يعني. تمام، فتعال نشوف ازاي تعرف توصل للحاجه اللي هي اصلا متاحه في الفون بتاعك، كمان لو عايز تمسحها توقفها تتحكم فيها تقدر تعمل كل ده بعد حلقه النهارده. هتمسك الفون بتاعك والموضوع بسيط وسهل ان شاء الله. ايه اول خطوه انت المفروض عليك تعملها؟ ومجرد ما فتح معانا الفون، عشان ما نطولش في الشرح، بتفتح جوجل كروم او اي متصفح انت عامل فيه تسجيل دخول بالحساب بتاعك. بمعنى دلوقتي انا هفتح جوجل كروم، ظهر قدامي بالشكل ده، كنت فاتح صفحه كده في ويكيبيديا، هطلع منها هفتح تاب جديده خالص، علامه تبويب جديده، هلاقي اللوجو بتاع الاكونت بتاعي من فوق، العلامه العدسه دي هضغط عليها بالشكل ده، بعدين هضغط على صورة الحساب، يعني مكتوب الحساب والايميل، هضغط عليه بالشكل ده، هيجي تحتها إدارة حسابك على جوجل، تمام؟ هضغط على كلمة إدارة حسابك على جوجل، تمام؟ هيحمل معايا كده، هنتظر عادي خالص، هيفتح معايا الجيميل بتاعي عادي، الأكونت بتاعي، تمام؟ من فوق في الصفحة الرئيسية المعلومات الشخصية، البيانات والخصوصية، هي دي هدفنا، هتضغط على البيانات والخصوصية، وهنا مخزن حرفيا كل البيانات بتاعتك. هتبدا تنزل لتحت، هتلاقي النشاط على الويب وفي التطبيقات، هضغط عليها كده، بمجرد ما اضغط وتنزل لتحت شويه كده، شايف هو معاه ايه؟ تضمين سجل كروم والانشطه التي تتم على المواقع والتطبيقات، يعني سجل جوجل كروم وكل اللي بيتم على المواقع والتطبيقات متسجل، والاجهزه التي تستخدم خدمات جوجل، طبعا انت كل التطبيقات اللي عندك على خدمات جوجل، فبالتالي كل حاجه عندك متسجل. بعدين حفظ انشطتك من التطبيقات على هذا الجهاز، يعني نشاطك على التطبيقات واللي بتعمله على التطبيقات بيتحفظ. لا مش بس كده، تتضمن نشاط التفاعل الصوتي مع الجهاز، اي حاجه عملتها بصوتك، مسج بالصوت، طلبت حاجه مثلا لو ايفون سيري او جوجل فويس، اي حاجه بتطلبها بصوتك برضو متسجل. طيب اشوف كل ده ازاي ولا اتعامل معاه ازاي؟ مكتوب اداره كل النشاط على الويب والتطبيقات، ومجرد ما تضغط عليها هيجي لك كل النشاط بتاعك. انزل معايا لتحت بقى وشوف الحلاوه، انزل معايا كده، يعني انا هظهر حاجات اللي هو ينفع تبان. ادا هنا عندك تطبيق صور اروع، صور اروع لحظات في حياتك على كواي، بعدين جوجل كروم، ولو ضغطت هتشوف التفاصيل، فاهمني؟ يوتيوب، حتى الاشعار اللي جاي من يوتيوب من القناه بتاعتي متسجل، اي حاجه حرفيا متسجله. استخدام خرائط جوجل والحاجه اللي استخدمت فيها خرائط جوجل، كله ده موجود. وطبعا لو نزلت كتير جدا جدا ماسنجر وفيس وواتس وكل حاجه، حتى عمليه الساين ان والباسوردات، كل حاجه حرفيا. طيب هرجع خطوه لورا، انا عايز اتحكم، طبعا انت لو فضلت تنزل مش هنخلص، يعني ده كل حاجه على الفون ادي اهو، تمام؟ فهرجع خطوه لورا، هو بيقول لي يتم حذف النشاط الذي مر عليها اكثر من 18 شهر. طبعا انا هضغط على كلمه يتم الحذف دي، واقدر اتحكم في المده، انت حر بقى 3 شهور مثلا ويمسح. كمان ممكن تقول له عدم حذف النشاط تلقائي، تمام؟ يعني انت حر. كمان ممكن نضغط الغاء. طب انا عايز احذف كل النشاط ده دلوقتي حالا، انا مش هستنى، تمام؟ وعايز اخليه يوقف ما يسجلش الحاجات بتاعتي، تمام؟ بيقول لك ايه، في كلمه مفعله اهي، لو ضغطت عليها كده واخترت كلمه ايقاف بالشكل ده، تمام؟ هنزل لتحت واقول له حسنا بالشكل ده، بيقول لي ايه، عمل ايقاف بس لم يتم حذف نشاطك. هقول له حذف النشاط بالشكل ده، هضغط عليه، جاب لي بقى ايه، هيحذف من 12 منتج، وهو عمل تحديد كل احصائيات جوجل، اندرويد، كروم، يوتيوب، مساعد جوجل، البحث، اعلانات ادسنس، اي حاجه حرفيا فيها الايميل بتاعي هيعمل لي عليها حذف النشاط بتاعي. هقول له التالي، تمام بالشكل ده، تاكيد رغبتك في الحذف، تمام، هقول له اه متاكد حذف، اكتمل الحذف، يتم حذف النشاط المحدد نهائيا من حسابك ولن يعود مرتبطا بك. وكده نقدر نكون مسحنا كل حاجه مرتبطه بالحساب. بس
تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بالفيديوهات اللي انا بقدمها. سلام.